بس سيب موبايلك بقى خلاص احنا خلينا بقى كده بقى في بينا عشره وفي بينا حاجات كتيره قوي فسيب موبايلك عشان تبدا مركز لفقره ريمونتادا زي ما قال فارس كده فقره ناريه طبعا البعض بيتحدث بلغه الارقام فبيقع في خطا كبير جدا والبعض عنده بعض الازمات مع النادي الالي ربما تكون موروثات من فكره تكرار الهزيمه امام النادي الالي فبيطلع بتصريحات بعضها عنتريه جدا ولكن هنا بنرد طبعا بالارقام والارقام دايما لا تخطئ طبعا احد هؤلاء هو الكابتن جمال عبد الحميد اللي تقريبا هو بيحب من وقت للتاني يطلع بتصريح يكون مثير للجدل خلينا نسميه مثير للجدل نطلع نسمع تصريح الكابتن جمال عبد الحميد ونرجع نعق اه العشر اللي فاتوا لعبت فيهم بالنسبه اللي هو جيل ايمن يونس وعشرف اسمه طارق يحيى وحسام ابراهيم اسماعيل يوسف وشعر عارف لا 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 ما في الاربع سنين بتحسام لا كانوا صغيرين كانوا صغيرين لا انت صغارين عشر سنين في نادي الزمالك في نادي الزمالك مش سنة الاهلي إلا مره اه اشك لا وانا اشك يعني يعني اديني اي عقل او اي منطق للاعب لاعب في نادي الزمالك في اي 10 سنين وطلع بفكره ان هي هزيمه واحده من النادي الاهلي الا فتره اللي هى قامت فيها الحرب ست سنين سبع سنين حرب غير كده مش ممكن أبدا أبدا أي حد لعب في نادي الزمالك يقعد بمنتهى الثقة ويقول أنا عشر سنين كنت بواجه النادي الآلي الاهلي ما كسبنيش غير مره واحده ممكن 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 لو لعب ماتش واحد في ال10 سنين <applause> كده مستحيل طب <applause> <applause> انت كده بتحرق <applause> <applause> رد <تصفيق> رد الوضع صعب والله <applause> هي فعلا كده لو لعب ماتش واحد الحقيقه طبعا بداوا يجيبوا بعض الناس ترد على كابتن جمال عبد الحميد والبعض بيتصور ان هو فكره اول لما يعمل سيرش على النت فهو خلاص قدر يكون احصائي مش متخيل ان لا الكلام مش بالشكل ده ومش بروح على اخر 10 سنين اقول للكابتن جمال يا كابتن ده الزمالك لعب الزمالك في 10 سنين دول كام مباراه فانت خسرت منهم 10 فهو يقول والله ما لعبت ومش عارف ايه احنا رحنا للمباريات اللي شارك فيها الكابتن جمال عبد الحميد داخل المباراه نزل الملعب لبس الشورت والفانيلا ونزل الملعب واجه النادي الاهلي او تعرض للنادي الاهلي بست هزايم طبعا رقم مفضل اعتقد مش مفضل للكابتن جمال ابو حميد ودي بالتواريخ يا كابتن جمال زي ما حضراتكم شايفين 6 يناير 1985 النتيجه 1-0 طبعا ده هدف الكابتن علاء ميهوب و22 ابريل 87 2-1 واللي سجلهم الكابتن ايمن شوقي اللي سجل هدفين 24 مارس 89 بيرجع تاني الكابتن علاء ميهوب وبيسجل هدف وفي المباراه دي اتلغى هدف غير طبيعي للنادي الاهلي مش عارفين اسبابه في 28 ابريل 89 89 مرتين آه. في سنه واحده يعني اه يعني حاجه ما, ما تتنسيش مثلا يقول يعني يمكن ابريل كسبة مش مصدقة حاجه زي كده نص نهائي طبعا ده طبعا امتد ده وقت اضافي كان سجل الكابتن طاهر ابو زيد وتعادل الكابتن جمال عبد الحميد نفسه لكن الكابتن ربيع ياسين سجل هدف الفوز في 6 مارس 92 1 0 الكابتن محمد رمضان وفي 26 يونيو فارس 92 2 1 طبعا ده النهائي الشهير 2 1 مكبرين الست على الشاشه يعني الحاجات اللي هي من تحت لتحت ما هو بارقام محببه اكيد برضه لكل فريق